احب اعرف حضراتكم ان قضيه الصياد اتقفلت بالنسبه لنا تماما. ليه يا فندم كده؟ تمرجي اللي كان شغال عند الدكتور مرتضى ما اعرفش حد اسمه الصياد. عايزك تعمل لي تحري على اسمه هشام الباكر ده. انت جبت الملف ده ازاي؟ يا باشا الغريب انه كان واحد تاني مش هو ده. سيف عبد الرحمن تعمد يقول لنا معلومات غلط. الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه مع سعادتك يعني ممكن تكون مش عايز تفتكره او تتكلم فيه. موضوع الملف. اقسم بالله العظيم لو اشتغلت بعد كده من دماغك من غير ما ترجع لي ونبقى متفقين على كل حاجه انا هنقلك لاوسخ حته فيك يا مصر. بيع كل السلاح اللي عندك للصياد ووافق على السعر اللي هيعرضه عليك، مفيش قدامك حل تاني. طب انا اعرف حد بس مش واثقه فيه قوي، لكن كل اللي اعرفه عنه انه طماع. يبقى خلينا مع اللي عندك. انا هكلم ناجي الخليل النهارده وهقول له ان انت وكيل الراجل ده وان اسمه الحركي الصياد. حضرتك انا قلت له مش هندفع الفلوس غير لما نشوف البضاعه الاول. وهيسلمك فين؟ في المنيا. انا قصدي شوف لك سكه شغل مع الراجل اللي جالك ده غير الصياد يعني، واطلب منه كميه اكبر. عجيبه، انت كنت خايفه وقلقانه وبتقول اوعى تورطنا، ايه اللي حصل؟ ايه احسن من الواجهه دي عشان تنقل السلاح وفي وسط الخير تلاقي الموت. عملت ايه؟ انا لسه جاي من الاسماعيليه، قابلت حما سيف وعايز اقول لك على اللي حصل. طب تعالى لي تعالى لي علي. اه يا عم تعالى عادي يلا سلام. ايه ده وانت لسه صاحي؟ عايز اسالك حاجه. نعم. انا عارفه يعني ان انت مشغول وما عندكش وقت، بس بصراحه مش قادره اسكت. اقول لك ايه، قضيه الصياد اتقفلت وانت عارفه كده كويس. وائل دلوقتي كان بيكلمني في حاجه تانية خالص. ده واحد ظابط وليه ملف في مستشفى الشرطه وضاع، احنا بنحاول نساعده عشان يلاقيه يعرف يصرف المعاش بتاعه. طب امبارح كنت مع واحده؟ واحده؟ كنت امبارح خارج مع واحده؟ طب انا مش هحقق معاكي، مش هسألك اسئله بره الموضوع، هجاوب على سؤالك بس بشرط بعد ما جاوب تجاوب انت على سؤالي. اتفقنا؟ اتفقنا. ايوه انا كنت امبارح مع واحده عديت عليها في مكتبها وخدتها في عربيتي، دي مشيره المحاميه، خدتها معايا ورحت عند الضابط اللي الملف بتاعه ضايع عشان لو في الاخر عايز يرفع قضيه ولا حاجه. وش معنى بقى المحاميه دي بالذات؟ لا كده احنا بقى دخلنا في سؤالين واحنا ما اتفقناش على كده، بس انا هجاوبك عشان هي محاميه شاطره وهي اللي بتشتغل في النوع ده من القضايا. اي حاجه ليها علاقه بالظباط او قضيه مرفوعه على الداخليه او اي حاجه تابعه ليها، من الاخر انا ما اعرفش حد غيرها بيشتغل في النوع ده. اسال سؤالي بقى، عرفت ازاي؟ مين اللي قال لك وقال لك ايه بالظبط؟ طب خش بس دلوقتي. ايه ده؟ انا كنت واقف تحت العماره اصلا. طب يا ابني ما طلعتش على طول ليه؟ بقى بدلي حرمه وبتاع. طب خش تعالى خش. يا رب يا ساتر. عامل ايه؟ مالك؟ تصدق ان انا مراتي بتشك ان في حاجه بيني وبين مشيره؟ المحاميه؟ اه. وانت فعلا في حاجه بينك وبينها؟ ولا. معذوره يا طروق، بصراحه مشيره دي بروتكتر فراتيك. وانت ضابط صغير ومتريش وتقدر تفتح بيتين وثلاثه كمان، ولو اتجوزته هتعمله احلى شغل. انت ضابط على المجرمين وهي تطلعهم براءه، يبقى اطفال صغيرين نصهم محامي ونصهم ضابط. ولا دمك واقف على فكره. المهم عملت ايه؟ مفيش، كلام 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 كتير جدا عن بنته وجوازهم وسيف، بس هو ما عرفش عنه اي حاجه من بعد الحادثه. مش دي القضيه، المهم هشام البكري. مالك هشام البكري؟ هشام البكري كان جار سيف في الاسماعيليه وهو ومراته، وحما سيف يعرفه كويس، شافه مرة أو مرتين تقريبا. إيه ده يعني هو يعرف هشام البكري ووصفه وهو عارفه؟ وده بقى صديقي خيط كافي جدا ودليل إدانة يخلينا نفتح تحقيق بشكل رسمي. أنا مش هتحرك خطوة واحدة في القضية دي إلا ما تبقى لابسة 100%. عايز أوصل لدليل مادي واضح في إيدي زي الشمس
ان الراجل ده كذب وانه تسبب في موت واحد بريء عن عمد. لازم نعرف الدوافع والاسباب اللي خلته يوصف الراجل ده بالذات. طيب يعني لو هشام ده عنده ملف جنائي انا اعرف واحد ممكن يساعد. بص اديني 24 ساعه وانا هجيب لك قرار الموضوع ده. حتى لو مش كده ممكن تروح اسماعيليه تسال قرايبه وجيرانه، اكيد ليه قرايب هناك. طب وهنعمل كده ازاي يا طارق؟ ده الموضوع محتاج امكانيات وتفرغ، والناس بصراحه بتساعد بصعوبه جدا. انا بشتغل بشكل غير رسمي. بص على العموم خلينا نتحرك في حدود اللي احنا نقدر عليه، اوكي؟ ماشي. وبطل بقى تلعب بديلك، لان كيمو لو عرف موضوع مشيره ده هيزعل منك قوي، وهيقول بقى الابله فهيتا وهيعمل تيوب على البتاع وهيبهدلك. شرفت وانست. ده فضيحه معنى بقى. شرفت وانست. ايه يا انست؟ انت من قديم. ايوه انا قديم. يلا سعدت بلقائك. اشتكى على الله. سنه 2010 تامر كان مع ميس فعلا في انجلترا، بس اولا دي بنت خالته مش شريكه معاه في النشاط السياسي. ثانيا محدش سمع عن اي جهه ليها علاقه بانجلترا في تمويل مؤسسات او منظمات. وميس دخلها ايه في الاتهامات دي وهي لا لها لا في الطور ولا في الطحين؟ وده كله كلام علشان مش لاقين حاجه يمسكوها عليه. ومفيش اي دليل حقيقي هيلاقوه وهم حابسينه احتياطي لحد ما يبقوا يثبتوا حاجه او ما يثبتوش او يبقى اسمه اتسجن وخلاص. انت عارف المشكله ايه يا استاذ شريف؟ مع السلامة. الله يسلمك. ميرسي لحضرتك. مع السلامة يا فندم. ميرسي. مالك؟ ولا حاجة، موضوع كده يعني. قضية جات لي امبارح بس تفاصيلها غريبة شوية. هعتبر نفسي مصدقك. بقول لك يا شريف، محتاجة منك خدمة وعارفة إن أنت مشغول وإني بتقل عليك. أنت بصراحة مزوداها شوية. مالك يا بنتي؟ في إيه؟ مال نفسيتك منيلة ليه كده؟ تعال. بص بقى، عايزه اديك اسم ضابط شرطه كان بيتعالج في مستشفى تبع الداخليه، عنده مشكله في الملف الطبي بتاعه، عايزك تتابع الحاله بتاعته او تبعت اي حد من عندك يتابعها، بس اول ما توصل لاي تطورات تبلغني على طول. طبعا انا جايب لك خبر هينسيكي كل الحاجات اللي مزعلاكي دي، بس في الحقيقه ما لحقتش اقوله قبل ما دام عزه ما تيجي. ايه؟ انا عرفت القناص اللي مات كان تبع مين وعايز منك ايه. اهلا، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انا كده هبدا اتعود على فكره. ماشي اتفضل. المبلغ ده اتحط في حساب حسن طلعت والمودع ماجد العزازي. من الواضح ان هم كانوا عرفوا بموضوع التوكيلات بتاعت عائلات الضباط، والموضوع كان قلقهم فقالوا يخلصوا مني ويسكتوني. بس بالرغم ان خوفهم طلع في محله برضه ما عرفوش يعملوا معاكي حاجه. طيب الحمد لله. وانت عارفه الموضوع ده بقالك قد ايه؟ بص انا كنت عارفه ان انا مستهدفه، بس انا ما عرفتش اي حاجه غير تاني يوم حسن اتقتل فيه لما رحت البيت عنده، لان لقيت الصور دي هناك. انت ازاي ما تبلغيش بحاجه زي كده؟ انت كنت في ايه ولا في ايه؟ ده كلام، ده كلام مهم جدا. انا طبعا عارف انك مش محتاجة حد يحميك يعني، لأنه واضح كده أن أنت عندك معلومات أكتر بكتير من اللي عندنا ومصادرك أهم بكتير من اللي عندنا، بس برضه ده ما يمنعش أن الكلام ده مهم جدا وكان هيفيدنا في التحقيق جدا. أنا ما كنتش فاهمة حاجة ولا أنت كنت هتقدر تعمل لي حاجة، ويمكن كان حصل مشاكل كبيرة قوي أنا مش قدها. ودينا هو الحمد لله قدامك حي قرصك. الحمد لله. بص أنا هعديها لك المرة دي، بس بشرط تقولي لي كل حاجة تعرفيها عن هشام البكري. هو أنا قلت لك كل حاجة؟ لا لا معلش، ركزي أكتر شوية. شوفي كده أنت ممكن تفتكري إيه. أنا امبارح مثلا عرفت إن سيف وهشام كانوا جيران يعرفوا بعض، وأنت اتعاملتي مع هشام يعني ممكن تكوني عارفة حاجة ممكن تفيدني من غير ما تاخدي بالك. Thank you.
متأكد إن هما؟ أنا متأكد إني لقيته، بس أنا محتاج لسه أدرس كل حركة من تحركاته، أعرف كل مكان بيروحه. أنا محتاج أبقى موجود في المكان اللي عمره ما هيتوقع إنه يلاقيني فيه. بس أنت كده ما عندكش دليل أكيد إن هو اللي بيمول الخلية ده، مجرد شك. ده إحساس. أنا متأكد إني وصلت اللي أنا عايزه. إزاي؟ يعني تقدري تقولي كده إن القاتل بيحس بالقاتل اللي زيه. مؤسسة نهر الخير، اتفضل. أيوة أيوة. طيب ممكن نشوف هنبعت العربيات إمتى؟ طيب تحت أمرك يا فندم. تحت أمرك يا فندم، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت جاي أسأل عن التبرعات. تبرعات؟ أيوة. وكنت عايز حضرتك يعني لو تكرمتي تحددي لي ميعاد مع الأستاذ مختار، يبقى كتر خيرك قوي يعني. أنا آسفة جدا، بس إحنا ما بنديش فلوس لحد. إحنا هنا بنقدم مساعدات عينية بعد ما بنعمل دراسة حالة، ومش لازم حضرتك تقابل الأستاذ مختار. أنا هخلي حد يوصلك لمكتب الأستاذ فكري شخصيا، وهناك ياخدوا بيانات حضرتك ويشوفوا حضرتك يعني محتاج إيه. محتاج؟ أنت بتقولي يا بنت أنت؟ أنت رايحة منك ولا إيه؟ ايه شايفه قدامك واحد اعمى قلت ده فقير وجاي يشحت منك؟ ده انا جاي ابرع لكم بنص مليون جنيه. نص مليون جنيه؟ انا اسفه، انا اسفه جدا يا استاذ. دكتور، دكتور منصور. انا اسفه جدا يا دكتور منصور، اصلي احنا اسكتي اسكتي خلاص. حظك كويس اني مش جاي ابرع لك انت، انا بعمل كده لوجه الله. ونعم بالله. لا بصراحة أنا ترددت. أنا أسفة جدا يا دكتور، والله إحنا حضرتك. حضرتي مش هدي مليم واحد غير للأستاذ مختار شخصية، أنا قررت خلاص. سكي، ده الكارت بتاعي، في رقم تليفوني، اسم الدكتور منصور شوقي، خليه يكلمني بقى وأنا حدد الميعاد والمكان اللي يناسبوني. حاجة غريبة جدا. أستاذ مختار من فضلك. وفي حالة لو صمم أجيله هنا يبقى ناخد فكرة عن المكان. في كذا حتة كويسة ممكن نسيب فيها جثة. أنا ابتديت أحس إن الجراجات ممكن برضو تبقى علامة مميزة للصياد، بيقتلهم في الجراج. إلا بقى إذا كان ناجي الخليلي جاي يتبرع هو كمان. قلت لك كان معك حق. وأنا قلت لك إن القاتل بيحس بالقاتل اللي زيه. أنا الموضوع بالنسبة لي ما كانش محتاج أي تأكيد. أنا إيدي عليها دم، وعارف اللي من نفس الفصيلة. أهلاً أهلاً بيك، نورت. أنا جهزت كل حاجة ومستعدين، بس مش مطمن. اطمن سعادة الملك، إحنا مش رايحين غير بعينات بسيطة، يعني لو الموضوع طلع فيك ولا بلح زي ما بيقولوا عندكم في مصر مش هنخسر حاجة. دي عينات. مش ده اللي أنا بتكلم فيه. أنت ليك مصادرك في الجهاز، حد بلغك حاجة؟ جهاز إيه؟ أنت متخيل الصياد جاي يشتغل معانا ليه؟ ها؟ بيزنس مان، بيزنس مان وعايز يشتغل. لا 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 لا، ده عايز يوصل لي. ده احتمال وارد، بس يوصل لك ليه؟ إذا كان هو ناوي يفتح شغل معانا من هنا ورايح، ده غير بقى ان محدش هيديله بالسعر اللي احنا وافقنا له عليه. بص، بعد الصياد ما قتل كل المجموعه اللي كانت معانا، مش هيهدله بال لما يخلص علينا واحد واحد، والا هيبقى فاكر ان احنا هننتقم. الو، ايوه، عايز ايه؟ طب وده زعل ليه؟ طيب طيب، هاتي لي رقم تليفونه وانا هبقى اتصل بيه. انت بعيد عن كل حاجة وفوق مستوى الشبهات،
ولو ان فكرة الانتقام دي فكرة مش واردة، لان احنا اللي بيحركنا كلنا مصلحة واحدة، وهو ليه مصلحة معايا برضو مش مطمن. سعادة الملك، هو انت لما فكرت تيجي تشتغل معانا كنت فاكر انك هتقضيها من 8 الصبح ل 3 بعد الظهر، وبعدين ترجع البيت تغير وتقعد تلعب مع المدام والولاد؟ احنا بنتاجر في السلاح، بنتعامل مع عصابات وارهابيين ومجرمين، بنقابل بلا ازرق. خد بالك من نفسك وامن روحك، او شوف لك شغلانه تانيه سعاده الملك. ايه ده انت بتعمل ايه؟ ما تنطقيش هنا خالص. يعني ما تكلمش هنا؟ انت اخدتها حج عشان تقشطنا ولا ايه؟ يا بنت عشطك ايه يا هبل انت؟ يعني هتحطهم فين يا حبيبي؟ هتحطهم في البنك؟ دي فلوس الصياد باشا، يعني ما ينفعش احطها في البنك ولا ينفع اسيبها في الخرابه دي. طب انا بقى عايز اعرف هتحطهم فين؟ وملكيش فيه. نعم؟ هتردحيلي بروح امك ولا ايه؟ يا بنت انا مش عايز اقولك عشان ما تشيليش المسؤوليه. اهدي بقى. انت فاكر نفسك بحر غويط وهتغرقنا؟ ده انت اخرك شبر ميه يا حبيبي. طب الحمد لله اخر شبر ميه، يعني حاجه تطمنك من ناحيتي يا حبيبتي. اهدي شويه كده، انا عايز امن مستقبلي ومستقبلك ومستقبل ابننا اللي جاي في السكه ده. خدي جنب كده عصفوره واهدي وسبينه، خطط وارسم وفي الاخر مش هتندمي. اقعدي اقعدي، تاخدي شويه شاي. السلام عليكم يا معلم عصفور. رضا باشا. صباح الفل يا اخويا. اللهم صل على النبي. كام دول؟ 200 ألف جنيه. ايه القله اللي انت فيها ده يا معلم عصفور؟ 200 ألف جنيه بس؟ شد حيلك معانا شويه وان شاء الله نزودهم لك المره الجايه. بص بقى يا سيدي، انا هقابل الراجل الكبير بتاعنا بكره وهقول له، بس على الله يوافق. اصل بيني وبينك الراجل الكبير بتاعنا ما بيتاجرش في التجزئه، ده بيبيع جمله بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيبهم يا نجم سيبهم، وانا احاول ادوس عليه واقنعه، وانت ما تعرفش بيعزنا قد ايه. بس بقول لك يا عم عصفور، تعمل حسابك المره الجايه وتخش جامد شويه عن كده. باشا اركب. علياء اخته بقالها كتير قوي ما بتجيش يا باشا، وحاله ساعات بتجيله. ما بيخرجش؟ ما بشوفوش بيروح في اي حته غير الكافيه. طب ما ممكن يكون بيخرج وانت ما بتاخدش باب. يا باشا انا ما بسيبش مكاني قدام باب العماره خالص. ما ممكن برضو يكون في باب خلفي بيخرج منه على الجراج وبيهرب من غير ما تشوفه. طب هو يعرف مكاني ازاي وهو اعمى يا باشا؟ Thank you.
بقول لك ايه، مش عايزك تعتمد على فكره انك واقف قدام باب العماره دي. اخبارك ايه مع ابراهيم اللي شغال عنده؟ زي الفل يا باشا، 100 100. نشرب شاي مع بعض وندردش مع بعض وساعات بناكل مع بعض كمان. حلو قوي الكلام ده. جرجره بقى في الكلام عن اي حاجه تخص الصيف، قول لي عليها على طول. فتح عينك اليومين الجايين دول، عايزك كل شويه كده تفاجئ وتطلع تخبط على الباب. معلش يا باشا بطمن عليك، مش عايز حاجه يا باشا. شويه وتفاجئ وتلف على حلم العماره تشوف العربيه موجوده ولا مش موجوده، حتى لو انت متاكد انه موجود فوق. حاضر يا باشا. ما تضيعناش. ما تخافش يا باشا. مين أكتر واحد فيهم حسيت إنه يستاهل؟ اللي لسه ما قتلتوش. حاضر. حاضر، أيوه أيوه حاضر. مساء الخير. مساء النور. سيف بيه، مدام حالة عايزة حضرتك. اتفضلي يا مدام حالة. عم إبراهيم والنبي حط لنا كام علبة عصير ومية من تحت، عشان التلاجة فاضية. حاضر. انت عايز مني حاجه بعد كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انت مش مستريحه عندنا في الكافيه ولا ايه؟ انت عايز نفضل موجوده؟ انا عايزك تبقى مستريح. انا هبقى مستريحه لو بدات حياه جديده. انا عايز اخد بنتي واختفي. طول ما انت محتاجه للناس هتتعبي، وهتلاقي اللي يدور وراكي. ولو فضلت قاعدة إيه اللي هيحصل لي؟ أنا عايزة أروح لمكان أستريح فيه شوية، لغاية ما المشاكل تبتدي من أول وجديد. وآخرتها؟ أنت اللي بتسألني السؤال ده؟ ولا المفروض أنا اللي أسأله لك؟ والله بالنسبة لي أنا ما يهمنيش أعرف الإجابة. أنا هستنى لغاية بكرة وأمشي. شكرا على كل حاجة. الو الو، دكتور منصور شوقي؟ ايوه، مين معايا؟ انا مختار رسلان. زي حضرتك. انا اولا عايز اعتذر لسيادتك يا فندم على الغلطه الغير مقصوده اللي حصلت النهارده. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انت عارف بقى الناس في بلدنا بتبص للمظاهر. انا كنت همشي البنت الموظفه اللي عملت معاك الموقف ده، بس صعبت عليا. بس لو حضرتك تؤمر بدون تبرعات او اي حاجه، لو قلت لي مشيها امشيها فورا. لا يا باشا، انت مكبر الموضوع قوي. انا اتعودت على المواقف اللي زي دي خلاص. ده انا احيانا بتعرض لمواقف ليها علاقه بنصب وسرقه بسبب الاعاقه اللي عندي. اسيب كل ده بقى واجع البت الغلبانه دي؟ لا لا لا، اعتبر الموضوع ده خلص خلاص. طيب انا مبسوط جدا ان احنا اتكلمنا النهارده ووضحنا الجزئيه دي، وبعتذر لحضرتك ان احنا ما قدرناش نتقابل النهارده. حضرتك ما تعرفش قد ايه انا مشغول. ما انا عارف. ايه؟ هو مش سعادتك مطلع قافله مساعدات بكره للمنيا؟ انا سمعت الموضوع ده في التلفزيون، واكيد بقى الحكايه دي شغلاك. بس ده مش هيمنعني ان احنا نشوف بعض بكره. تحب حضرتك تيجي للمؤسسه الساعه كام؟ 5 مناسب لحضرتك؟ للاسف السواق جاي لي بكره بالليل. خلاص نخليها دكتور بعد 5. انا رايح فورمنت المطار بكره قابل ناس ونتقابل بعدها. ده الظاهر بقى ان احنا جيران. ده من حسن حظي. هاجي لسعادتك بكره 9:30. مع السلامه.
مع السلامة. الو، على باب مكتبك هتلاقي علبه فيها تليفون جديد، هو ده اللي هتستخدمه. حاضر يا باشا. ما تحاولش تفتح الموبايل وتغير الشريحه والا هيبوظ منك ومش هتعرف توصل لي، وساعتها العمليه هتقف ويبقى انت اللي جنيت على روحك. يا باشا انا عباره عن شيء بدون اراده سيادتك اللي بتحركه. يعني ايه؟ يعني اللي تؤمر بيه سعادتك يتنفذ بالحرف الواحد من غير اي نقاش. بكره هتبقى في المنيا الساعه 8. الساعة 9 هكلمك واقول لك تقابلني ازاي وفين. حاضر يا باشا. طب سؤال يا باشا. اتفضل اسال. لما الباشا بتاعنا يحول الفلوس هيكلمني ازاي؟ من تليفون جديد هديهولك، تجيب الشريحة بتاعتك معاك بس وتخليه يكلمك على الساعة 10. لو اكتشفت ان انت معاك تليفون او اي جهاز تاني من اي نوع يبقى انت اللي جنيت على نفسك. فاهم؟ فاهمك يا باشا. مع الف سلامة يا باشا. انت فين؟ انا في العربية يا باشا. وصلت لك تعليمات الخليلي؟ وصلت تعليمات الخليلي يا باشا، واداني تليفون جديد وقال لي ما تكلمش غير من عليه. رقمه ايه؟ ملوش رقم يا باشا، بيستقبل بس. حاولت اجيب رقمه واتصلت بخدمة العملاء قالوا لازم تجيب كارت وتشحنه. جبت كارت عشان اشحنه، التليفون ما قابلش شحن. بس الخليلي باشا قال لي تخلي الشريحة بتاعتك معاك، واول ما نوصل بالسلامة هو هيديني تليفون جديد. حضرتك ممكن تكلمني عليه على الساعة 10 بالليل. اعمل كده، نفذ كل اللي هيقوله لك، وانا على 10 بالكتير هكلمك عشان احول له الفلوس. طب يا باشا معلش سؤال، هو حضرتك هتبقى عارف انا فين بالظبط؟ اصل بصراحه يا باشا قلقان شويه. ما تقلقش، انا هبقى عارف اللي انا محتاج اعرفه. انا مش محتاج غير ان ابقى عارف دول هيروحوا فين. ربنا يسهل يا حبيبتي، تبقى اخر مره. يعني انا مش هشوف اصحابي اللي هنا؟ مين عارف، ان شاء الله هتشوفيهم. باي فريده، احنا هنيجي هنا بعد المدرسه. يلا بينا. يا صباح الجمال يا عم. يا صباح النور يا ابني.
ونبي معلش انا اسف لو هتعبك معايا، ممكن تملى لي ازازه الميه دي بعد اذنك؟ ميه ايه يا ابني؟ تعال اشرب شاي معايا جوه. تعال ربنا يخليك يا عم ابراهيم عشان ما سببلكش اي مشكله ولا حاجه. مفيش مشكله ولا حاجه يا ابني، سيف باشا ما بيخرجش دلوقتي. تعال. تسلم لي يا عم ابراهيم. هو سيف باشا ما بيخرجش غير معاك ولا ايه يا عم ابراهيم؟ اه طبيعي يا ابني، بس ده انتوا بتخرجوا قليل قوي. هو يعني يا ولد هيخرج يروح فين؟ ما هو بره زي جوه، هو بيشوف يا عيني. على رايك، بس هو طول الوقت اغلب وقته يعني قاعد في الاوضه جوه اوضه النوم. ايوه، ومحرج عليا ان انا ادخلها، قافلها بالمفتاح. ليه يعني؟ فيها ايه الاوضه دي؟ والله يا ابني انا عمري ما شفتها يعني، وعمري ما سالته. ده حتى لما بدخل عشان انضفها بيكون قاعد معايا جوه. بس اوعى تقول له ان انا قلت لك. عيب عليك يا عم ابراهيم، وانا بتكلم معاه في حاجه. هو بصراحه سيف باشا ابن حلال مصفي، بس ساعات يعني بيتعصب عليا ويعني، لكن انا بستحمل. ما هو ده حبيبي وابن حلال مصفي، والله عمري ما بقول له حاجه خالص. ما خلاص بقى، بتشتغل وتعب نفسك ليه؟ لسه النهارده اخر يوم شغل ليا، وانا لازم اخلص كل الشغل يا عم شكري. طب والله العظيم ما انت عامل حاجه بقى، وانا خلصت كل اللي انت عاوزاه. وبالمناسبه بقى، انا والعمال كلهم عازمينك على الغدا النهارده. بس ده كتير عليا قوي. كتير يا استاذه، ده ربنا وحده يعلم انت غالي عندنا قد ايه. بس انا مش هلحق اتغدى معاكم، انا لازم اروح اجيب فريده من الحضانه. خلاص يبقى تاهت ولقيناها. انت تروح تجيب فريده من الحضانه وتتغدوا مع بعض هنا النهارده، والا والله العظيم هزعل منك. وانا ما اقدرش على زعلك ابدا. الو، اخبارك ايه يا سعاده الملك؟ الحمد لله كويسه. المحامي اتفق معاك على ايه؟ المحامي هتستعبطي يا روح امك. بقولك يا ست الكل، عايزه تبزنزي بزنزي، عايزه تعملي لك قرشين اعملي، ولو مش عشانك يبقى علشان بنتك. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. بتكلم عن البضاعه اللي جايه في الطريق دلوقتي، واللي هتتسلم في ميعادها وهقبض ثمنها، واي مشكله مش هتسمع صوت بنتك تاني. مامي فريده، انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ على فكرة انا مش هسكت. اتكلمي، اتكلمي مع الناس اللي انت مبزنزة معاهم ايا كانوا هم مين، لانك مش هتشوفي بنتك الا لما كل حاجة تمشي زي ما انا عايز. استاذة في ايه؟ في ايه يا استاذة؟ مش قادر تستنى؟ أنا استنيت كتير. محامي هيحصل له إيه؟ المحامي ده يعتبر تمن بسيط بيدفع عشان العدل يتحقق. خسارة بسيطة، مش هتضايق أي حد، بالعكس دي يمكن حتى تريح ناس كتير. هيتقتل؟ هو اللي مسؤول عن اللي هيحصل له، هو اللي طمع، هو اللي وافق، هو اللي الفلوس لعبت له في دماغه وجري وراها من غير أي ضمير. تعرف ان ده تقريبا نفس اللي بيقوله الشيطان عن اللي بيسمعوا كلامه. خلاص ممكن تعتبريني شيطان. بنتي بنتي الحقني. ايه اللي حصل فيه؟ ناجي الخليلي خطب بنتي وعايز يقتلها لو ما خدش الفلوس بميعاده.